إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متعلق بمبحث جديد من مباحث علم الأصول، وله صلة بمبحث العام، وهو مبحث المطلق والمقيد أو والمقيد. تعريف المطلق، لو أردنا أن نقف على تعريف لأحد المعاصرين وهو الأستاذ فتحي الدريني في كتابه الشهير المناهج الأصولية صفحة 66 و600، قال: المطلق هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه، هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه مجردا عن القيود اللفظية. التي تقلل من شيوعه، هذا التعريف إخواني في الله سهل الميسور، وهو يوضح معنى المطلق. فنحن في المطلق نتعامل مع فرد ومع جنس، فهذا الفرد يشيع في جنسه ويتنقل في جنسه، ولكن هذا التنقل وهذا الشيوع ليس في وقت واحد، وإنما قد ينطبق في حالة وينطبق في الحالة الأخرى، لكنه فقط ينطبق على حالة واحدة، بعكس العام الذي ينطبق على الجميع. فإذا إذا كان هذا الفرد يشيع ويتنقل في بني جنسه، فهذا يسمى المطلق. أما إذا كان مرة واحدة فهذا يسمى العام. فأنا عندما أقول لك اشتري كتابا، اشتري كتابا، فلو أتيتني بكتاب فقه فهذا ينطبق علي، وإذا أتيتني بكتاب تفسير فهذا ينطبق علي، بل لو أتيتني بكتاب رياضيات لكان أيضا ينطبق علي. فكلمة كتابا مطلق، شاعت في بني جنسها، وجنسها هو الكتب، وهي تنطبق على حالات كثيرة، تنطبق على الفقه
وتنطبق على التوحيد، وتنطبق على الرياضيات والعلوم، ولكن هذا الانطباق لا ينطبق دفعة واحدة مرة واحدة، وإنما ينطبق بالتنقل أو بالتناوب، فهذا يسمى المطلق. بينما لو قلت لك اشتري الكتب، لا، الكتب جميع ما في هذه المكتبة لا بد أن تشتريها، اشتري الكتب، فإذا سوف تشتري الجميع، سوف ينطبق على الجميع، هل بالتناوب أم دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. فإذا في الحالة الأولى التنقل ينطبق على حالة واحدة وعلى كتاب واحد، هذا يسمى مطلق. بينما في الحالة الثانية الألف واللام دخل على الجمع فأفاد العموم. نقف على مثال من كتاب ربنا. قال الله عز وجل في سورة البقرة آية 34 و200: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هنا لو أردنا أن نقف على لفظة مطلقة، فمن يستطيع أن يعين الإطلاق؟ أين هذه اللفظة المطلقة؟ أزواج. أحسنت. ويذرون أزواجا، فإذا كلنا لها وكلنا سوف يحق عليه الموت، فيترك من ورائه زوجة أو أزواجة. فهذا أزواجة، هذا اللفظ كيف يكون الإطلاق فيه؟ من يوضح كيف حصل الإطلاق فيه؟ من يفكر ويقرر؟ ها قد حددنا الكلمة أزواجة، فكيف هي مطلقة؟ تفضل. الشرع عندنا يضع لهذه الأزواج أي مواصفات، مثلا بحيث إنه إذا مات عنها تربط 4 أشهر و10، سواء كان زوجها جديد أم قديمة أو كان هي الزوجة الثانية أو الثالثة بغض النظر، فتتربط 4 أشهر و10. أحسنت. إذا هذا الذي يترك أزواجه أو يترك زوجته لها حالات كثيرة. الحالة الأولى أن تكون صغيرة، الحالة الثانية أن تكون كبيرة، الحالة الثالثة أن تكون زوجة ثانية، الحالة الثالثة رابعة أن تكون امرأة مدخول بها، قد تكون امرأة غير مدخول بها. انظر ماذا عندنا من احتمالات كثيرة، هذه الاحتمالات تسمى ايش في علم الاصول في المطلق والمقيد؟ ماذا تسمى؟ من يعرف يرفع يده. قبل قليل ذكرنا ذلك، قبل دقائق قليلة، من يتذكر؟ لفظ شيء مجرد عن لفظ أزواج الجن.
جنسها، إذن هو هذا يسمى الجنس. هذه الحالات، فهو هذه اللفظة يتنقل في بني جنسه الحالة، فالتعامل مع اللفظة في حالة في جنسها. هل المدخول بها من جنسه، من جنس أزواجه؟ نعم. هل غير المدخول بها من جنسها؟ نعم. هل الصغيرة من جنسها؟ هل الكبيرة من جنسها؟ هل الزوجة الثانية الثالثة؟ الاحتمالات هذه، هل هي من جنسها؟ جواب نعم. فإذا هذه لفظة تتنقل، هل تنطبق في نفس الوقت على الجميع؟ لا يمكن أن ينطبق أن يقال هذه امرأة مدخول بها وغير مدخول بها، لا يمكن أن يقال هذه صغيرة وكبيرة، لكن يقال يجوز أن ينطبق على حالة من هذه الحالات. فهو ينطبق على حالة من هذه الحالات، فهو ينطبق على الصغيرة وينطبق على الكبيرة وينطبق على المدخول بها وينطبق على غير المدخول بها، لكن هذا الانطباق دفعة واحدة أم بالتنقل؟ بالتنقل. فهذا يسمى المطلق، إذن ينطبق بالتناوب، إما هذه أو هذه، لكنه يشيع، يشيع في بني جنسه. فإذن هذا هنا، إذن اللفظ أزواجه، إذن اللفظ المطلق إيش؟ أزواجه. فينطبق على المرأة المدخول بها اثنين، المرأة غير المدخول بها ثلاث، المرأة الصغيرة أربعة، المرأة الكبيرة خمسة، المرأة الزوجة الثانية ستة، المرأة الزوجة الرابعة سبعة، المرأة التي لها ضرائر ثمانية، المرأة التي ليس لها ضرائر. احتمالات، نستطيع أن نذكر أشياء كثيرة. فإذا هذا يسمى المطلق لأنه شاع وانتشر في جنسه، في جنسه من غير تقييد الله. فإذا وقفنا على شيء يقلل من شيوعه فهذا يسمى المقيد. إذا نكتب عندك تعريف المقيد، قال الأستاذ فتح الدريني في تعريف المقيد في كتاب المناهج الأصولية صفحة 71 و600، قال هو اللفظ الدال على شائع في جنسه، مقترن بقيد لفظي، زائد مستقل عن معناه، أو زائد مستقل عن معناه، يقلل شيوعه
إذا عرفنا المطلق فعندنا لفظ آخر يقلل من شيوع هذا اللفظ، فإذا قلل من شيوع اللفظ فهو مقيد. إذا قلل من شيوع اللفظ هذا التقليل لأن عنده لفظ، أيضا عنده لفظ، لكن هذا اللفظ ما به زائد عما فيه المطلق. فإذا إذا كان عندنا لفظ مطلق وجاءنا لفظ مستقل يقلل من شيعانه وانتشاره فهذا يسمى المقيد. مثال، قال الله تعالى في حق المؤمن الذي قتل مؤمنا خطأ، في سورة النساء آية 92 قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة انظر لو أردنا أن نقتصر على قوله تعالى فتحرير رقبة، طبعا الإطلاق واضح رقبة، لكن ما هو جنسها؟ ما هو جنسها؟ تفضل، ما هو جنسها؟ إذا احكي لنا ما هو جنسها؟ واحد المسلم، اثنين الكافر، ثلاث المجوسي بأنواع الكفار، أربعة ذكر، خمسة الأنثى، ستة صغير، سبعة، كل هذا إيش؟ الجنس. فجاءنا شيء زائد قلل من الشيوع، قلل من الشيوع وهو لفظ مؤمنة، فمؤمنة مقيد، فيقال في الآية تقييد، فالمطلق يحمل على المقيد، فقيد بمؤمنة، فقلل من شيوعه وانتشاره فحصل التقييد. الآن اكتب الفرق بين العام والمطلق، اتضح معنا الفرق بين العام والمطلق. من يستطيع أن يذكر ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ ذكرنا قبل قليل. من أصابع جديدة؟ تفضل. العام يجمع أنا أو يشمل جميع الأفراد بإطلاق دفعة واحدة. إذن العام يشمل الجميع دفعة واحدة، والمطلق؟ المطلق يدل على الجنس ولكن يتناوب واحد واحد. اكتب عندك واحد المطلق يشيع في أفراد جنسه، بينما العام ايش؟ يشمل الجميع. المطلق يشيع والعام يشمل. اثنين، المطلق عمومه بدلي تناوبي، ما
بينما العام عمومه ما بي دفعة واحدة. إذا اتضح معنا الفرق بين العام والمطلق. ملاحظة، قال القرافي: وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد، وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص والعموم بسبب أن المطلق هو قسيم العام، والتقييد قسيم التخصيص، إذن نحتاج حتى نفهم المطلق والمقيد أن نكون قد فهمنا العام والخاص. فهذه ملاحظة مهمة تدعونا إلى مراجعة الدروس السابقة التي فصلنا فيها العام والخاص. الآن حمل المطلق على المقيد، عنوان حمل المطلق على المقيد. هذا مبحث مهم جدا في علم الأصول، وهذا المبحث يعين على فهم مباحث فقهية كثيرة. هنا قبل أن نبتدئ، قال شيخنا مشهور حسن حفظه الله في كتابه التحقيقات، وهو شرح لمتن الورقات، صفحة 210، قال: ومدار كلام العلماء على الإطلاق والتقييد إنما هو من حيثيتين، هما الحكم والسبب، إذن نتنبه دائما في مبحث حمل المطلق على المقيد لابد أن نتنبه إلى شيئين: الأول الحكم، الثاني السبب. كل آية فيها مطلق أو مقيد، لابد قبل أن نقول يحمل المطلق على المقيد أن نحدد الحكم في الآية الأولى والسبب في الآية الأولى والحكم في الآية الثانية والسبب في الآية الثانية، حتى نحكم هل نحمل المطلق على المقيد أم لا. أتم شيخنا مشهور حسن قوله: فالحكم هو الذي ورد النص من أجله،
فالحكم هو الذي عفوا فالحكم هو الذي جاء في النص. فالحكم هو الذي جاء في النص، والسبب هو الذي ورد النص من أجله. إذن عند أحكام وجوب، مندوب، مكروه، حرام، مباح، فهذه أحكام نحكم. وفي النص الآخر أيضا هناك حكم. طب ما هو سبب هذا الحكم؟ وما هو سبب ذلك الحكم؟ نحدد الحكم السبب، الحكم السبب. قال القرافي، قال الشيخ أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه المحصول: الحكم وسببه إما أن يتفقا أو يختلفا. أو يختلف أحدهما دون الآخر، فهذه أقسام أربعة. العقد المنظوم الجزء الثاني صفحة 400. إذن قلنا عندنا نصان، وعندنا مثلا آيتان أو آية وحديث. فالآية الأولى لابد أن نستنبط أمرين: الحكم والسبب. وفي الآية الثانية الحكم والسبب. الآن الحكم مع الحكم قد يتفقا، الحكم مع الحكم إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، والسبب مع السبب إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. فأصبح عندنا أربع حالات، أربع حالات: يتفق الحكم والسبب، أو يختلف الحكم والسبب، يتفق الحكم ويختلف السبب، يختلف السبب ويتفق الحكم. إذن عندنا أربع حالات. إذن وهي كما يلي: واحد، أن يتحد الحكم والسبب في النصين، فيجب حمل المطلق على المقيد. إذن عندنا حكم في الأولى وحكم الثانية، اتفقا. سبب في الأولى وسبب في الثانية، مالهم؟ اتفقا. فاتحد الحكم والسبب في الآية الأولى مع الحكم والسبب في الآية الثانية. مثال:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. رواه البخاري في صحيحه رقم 64 و800 وألف، ومسلم في صحيحه رقم 27 و800 بعد 88 و200، واللفظ له. إذن هذا عندنا نص أول. نص ثاني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. رواه أبو داود في السنن رقم 74 و200 وألف، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله، وانظر الصحيح رقم 200. إذن عندنا في النص الأول حكم وسبب. فما هو الحكم في النص الأول؟ تفضل. صلاة بعد العصر لا يصلين أحدنا بعد العصر. إذن اكتب عندك الحكم في الحديث الأول منع الصلاة بعد العصر. وهذا المنع إما كراهة أو حرمة، فإذا منع الصلاة بعد العصر. السبب ما هو السبب الذي إذا وجد منعت الصلاة؟ سهل. لا، الكراهة. كراهة الصلاة. تفضل. الكراهة والتحريم صلاة العصر. نعم، صلاة العصر. فالسبب هو أداء صلاة العصر. متى تمنع الصلاة؟ إذا أدينا صلاة العصر. فإذا الحكم منع الصلاة، والسبب أداء صلاة العصر. فبعد أداء صلاة العصر نمنع الصلاة، صلاة النافلة. طيب الحكم في الحديث الثاني جماعة سهل، هذا لازم الكل الأصابع تكون مرفوعة. تفضل يا أبو صايب، سهل جدا. منع الصلاة بعد العصر. منع الصلاة بعد العصر، والسبب
أداء صلاة العصر. الحكم في الأولى اتفق مع الحكم في الثاني، والسبق في النص الأول اتفق مع السبق في النص الثاني، فيقال هنا اتفق الحكم والسبب، يعني اتفق الحكم في النص الأول مع الحكم في النص الثاني، واتفق السبب في النص الأول مع السبب في النص الثاني، لكن النص الثاني عنده شيء زائد يقلل شيوع النهي، يقلل شيوع النهي. ما هو الشيء الزائد؟ نعم، إلا والشمس مرتفعة. فيقال الشمس مرتفعة قيد، الشمس مرتفعة قيد، فعندها اتفق الحكم والسبب، فعندها يحمل المطلق على المقيد. كيف بدنا نحمل المطلق على المقيد؟ الآن من يعرف؟ الأمر سهل، سهل جدا، يعني مش سهل، سهل جدا، لا تخافوا لا تخافوا، تفضل. نعم، يجوز التنفل بعد صلاة العصر ما دامت الشمس مرتفعة. كانك تعبر عنها بعبارة أخرى، أسلوب آخر، شو تقول؟ نفس الكلام، نفس المعنى، تفضل. الصلاة بعد، تفضل. الصلاة بعد العصر ممنوعة ما دامت الشمس غير مرتفعة. الصلاة بعد العصر ممنوعة عند غروب الشمس. الصلاة بعد العصر ممنوعة ما لم تكن الشمس مرتفعة. فإذا يجوز الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة، فيحمل المطلق على المقيد. اثنين، إذن هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يختلف الحكم والسبب. هاي أمر صار إن شاء الله أسهل الآن. أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. مثال، قال الله تعالى في سورة المائدة آية 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيديهما، وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة آية 6، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا عندنا أيديهما وعندنا وأيديكم. ما هو الحكم في الآية الأولى؟ سهل جدا، تفضل. لم يترك لا، الحكم حكم قطع اليد. نعم، وجوب قطع يد السارق، الحكم وجوب قطع يد السارق. السبب في الآية الأولى أنت نفسك السرقة. ها،
بدأت الأمور تتحسن الحمد لله. طيب الآن بدنا أصابع جديدة. الحكم في الآية الثانية هناك في الأخير غسل الأيدي إلى المرافق. نعم وجوب غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق. نفسك ما هو السبب؟ الوضوء. ده صنع يعني أمر سائل. هنا الحكم والسبب ماله اختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد. ما بصير نقول والله من وين نقطع يد السارق، نقطعها من عند المرفق لأنه آية الوضوء. لا ما إلى دخل فيها. ثلاث، أن يختلف الحكم ويتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد على الراجح. مثال، ونريد منكم أنتم الجواب الآن بعد هذا الشرح. قال الله تعالى نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المائدة آية 6. وقال أيضا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لأن ما هو السبب في الآيتين؟ صرنا بالجملة الآن. ما هو السبب في الآيتين؟ صابع جديدة تفضل. مش القيام نص. ركز تفرج. أحسن، الطهارة للصلاة، رفع الحدث، فالطهارة للصلاة. فإذا هذا هو السبب في الآيتين. الحكم في الأولى برضو سهل تفضل، وجوب غسل اليدين في الوضوء. الحكم في الثانية الأخير، الثانية وجوب المسح في التيمم. الآن السبب ما به؟ اتحد، لكن الحكم اختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. فلا يقال عند التيمم يمسح إلى المرفق، لأنه لو حملنا المطلق على المقيد لمسحنا إلى المرفق. فلا يقال ذلك لأن هنا الحكم اختلف، وإنما فقط الذي اتفق هو السبب. ويؤيد ذلك ما ورد في السنة، اكتب، ويؤيد ذلك ما ورد في السنة في وصف التيمم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما
ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري في صحيحه رقم 38 و300. أربعة وهي الحالة الأخيرة أن يتحد الحكم ويختلف السبب، فيحمل المطلق على المقيد على قول الجماهير. من الحالة الرابعة أن يتحد الحكم لكن يختلف السبب، فيحمل المطلق على المقيد على قول الجماهير. مثال: قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة النساء آية 92. الآية الثانية: قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا سورة المجادلة آية 3. نسمع الأذان ثم نكمل بعد الأذان فنستخرج الحكم والسبب في الآيتين. الله إذا نعيد ما ذكرناه قبل الأذان وهي الحالة الرابعة أن يتحد الحكم ويختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد على قول الجماهير. نقف الآن مع المثال. الآية الأولى: قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة النساء آية 92. الآية الثانية: قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا المجادلة آية 3. هذا ما ذكرناه قبل الأذان، وطلبنا منكم أن تفكروا في معرفة الحكم والسبب في الآيتين، ويا ليت نرى إصبعا جديدا. تفضل. ما ذكرت الحكم؟ أنت تذكر أيوة. إذن الآية الأولى وجوب عتق رقبة، وجوب عتق رقبة، وفي الثانية وجوب عتق رقبة. السبب في الأولى سهل، نفسك تفضل. الآية الأولى: القتل من قتل مؤمنا عمدا. لا، خطأ يا ابن. إذن السبب قتل المؤمن خطأ. السبب الثانية: من جمع في رمضان. لا يا أخي، لا يا الظهار. الظهار.
فإذا الظهار. فالآن كما ترون اتحد الحكم واختلف السبب، فذهب جمهور أهل العلم على أن في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد. كيف نحمل المطلق على المقيد في هذه الآية؟ نفسك ما في مجال. طيب تفضل. تحرير الرقبة الواجبة بعد الظهار تكون مضمونة. نعم، فهذه الرقبة المطالب بإعتاقها هذا المظاهر من زوجته فهي مقيدة أن تكون مؤمنة. بهذا نكتفي إخواني في الله، ونكون بفضل الله أتينا إلى أهم مباحث المطلق والمقيد، وسوف نعيش إن شاء الله في أسبوعنا القادم مع ملاحظات في العموم والخصوص والمطلق والمقيد. فبعد هذا التأصيل والبيان والشرح سوف نتوسع قليلا في تأصيلات، بحيث أننا نحكم الأساس ثم يكون هناك البناء. لكن طلبي من الإخوة هو طلب وحيد، أن لا يتأخروا عن الدرس، فالذي يأتي متأخرا كما ترون مفاتيح الدرس في البدايات، الذي يتأخر 10 دقائق كأنه لم يأتي، لكن نسأل الله له الأجر. فهكذا نوصي أنفسنا وإياكم، وكل منا عنده عذر، قد يتأخر مرة لكن لا يكون منهجا عنده في التأخير. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.